في حاجة مهمة في الحقيقة أحب ألفت نظركم ليها. في 29 يوليو اللي فات مايكروسوفت أعلنت عن نظام تشغيل جديد، نظام وورلد ويندوز 10. معروف إن احنا عندنا ويندوز 7 ويندوز 8، ومعروف إن احنا بندفع مبلغ كبير لا يقل عن من 100 إلى 150 يورو عشان نحظى بهذا النظام الخاص بالتشغيل. لكن المفاجأة ان ويندوز قالت او مايكروسوفت قالت ايه، لا ده ويندوز 10 دي ببلاش. كل الحكايه دوس على زر الكمبيوتر بانه عايز ويندوز 10 هتاخد ويندوز 10 وهنوفر لك 135 يورو. هو في حاجه ببلاش؟ طبعا مفيش حاجه ببلاش، لانه تحت كلمه قبول التشغيل او قبول النظام جمله مهمه جدا بتقول ان احنا بالنص من حقنا الحصول على البيانات الخاصة بالمستخدم، ومن حقنا الاحتفاظ بيها، ومن حقنا الدخول على الايميل بتاع حضرتك والرسائل الاخرى والوثائق الخاصة في ملفاتك الشخصية، لانه لدينا اعتقاد راسخ بان ده ضروري ومفيد لجهات مختلفة تنفذ القانون وتحقق العدالة. يعني واضح تماما ان زي ما قلت لحضراتكم مفيش حاجة ببلاش. ليه ويندوز او مايكروسوفت عملت هذا الامر؟ الاكثر براءة بيقول ايه؟ بيقول والله هم قدموا النظام ده ببلاش عشان يقدروا يعرفوا مستوى معيشة الناس اللي بتستعمله، وبالتالي يقدروا يبعتوا لهم الاعلانات التجارية حسب مستواهم الاقتصادي. ولكن الحقيقة طبقا لتحليلات كثيرة أنه هذا يستخدم لصالح أجهزة المخابرات وأجهزة الأمن القومي الغربي والأمريكي بالتحديد. أول من نشر هذا الكلام وكالة كالا الألمانية وترجم إلى الفرنسية، وإحنا ترجمناه من الفرنسية إلى حضراتكم، وده يمكن من الحاجات اللي يجب أن احنا يعني ننتبه ليها. اللي عايز ويندو ببلاش يضحي بكل خصوصيته، بملفاته، بصوره، برسائله الالكترونيه، بكل شيء. احنا نبهنا، وليس من احد حد بعد كده يقول والله احنا ما كناش نعرف. هذه وسيله سهله ومجانيه للتجسس والاختراق. بايدينا احنا بنقدم المعلومات لجهات الاستخبارات وجهات الامن القومي خاصه في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا هيقال انه هذا الامر خاص بالارهاب وبمواجهة الارهاب.